متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، حق معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. أمطار الخير في هذه الأثناء متابعينا الكرام، مع رياح قوية كذلك في نفس الوقت، البرق والرعد كيضرب بن سليمان. متابعينا الكرام، فضلكم واش البنية التحتية ديال المدينة تقدر تصبر هذا الشيء كامل ولا لا؟ هذا الكم الهائل ديال الأمطار ولا لا؟ أمطار الخير في هذه الأثناء متابعينا الكرام بمدينة بن سليمان، مع رياح قوية فالله يجعلها على قد نفع يا ربي. فأمطار الخير قوية بزاف في هذه الأثناء متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، رياح قوية مصحوبة بالبرق كما نقولوا متابعينا الكرام. فالله يرحم جميع، والله يرحمنا كاملين متابعين الكرام كما نقولوا، اللهم الله يجعل على قد نفع يا ربي. فأمطار الخير متابعين الكرام لحد الساعة لا زالت تتجهد بكثرة. فكما كتشاهدوا معنا متابعين الكرام، فكل شوارع المدينة في الأثناء متابعينا الكرام كما كتشاهدوا معنا الآن، أمطار الخير في الأثناء متابعينا الكرام. فنظركم واش بين تحت المدينة تقدر تصبر هذا الكم الهائل ديال الأمطار متابعينا الكرام. بن سليمان، أنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان. أمطار الخير في الأثناء متابعينا الكرام، جل مناطق المغرب الحبيب تتعرف تساقط أمطار هذه الأيام متابعينا الكرام. فراكم مشبهين تحتي ديال كل المدن المغربية قد تستوعب الكم الهائل ديال الأمطار متابعينا الكرام. الله يجعل على قد نفع يا رب وتشيك مثل ما كاملين متابعينا الكرام. كل شوارع مدينة بن سليمان الآن متابعينا الكرام كلها بالماء متابعينا الكرام. متابعي قناة شوف تيفي، كما كتشاهدوا معنا شوارع مدينة بن سليمان، فأمطار الخير زهاطل وبكثرة بالمدينة. نظركم واش هي تحديدا كل المدن المغربية تقدر تستوعب الكم الهائل ديال المياه متابعينا الكرام. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر من شوارع مدينة بن سليمان. فكما كنعرفوا كاملين أن جل مناطق المغرب كلها كتعرف تساقط أمطار وبكثرة، فمن يتحمل المسؤولية متابعينا الكرام؟ إذا متابعينا الكرام كما كتشاهدوا معنا كل شوارع
المغرب أو شوب شوارع مدينة بن سليمان. الآن متابعينا الكرام تعرفوا حتى تساقط الأمطار. أمطار قوية متابعينا الكرام في الأثناء كذلك تبدأ الأمطار في مدينة بن سليمان. الله يجعل قد نفع يا ربي يا ربي يجعل قد نفع. أمطار الخير في هذه الأثناء متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي لما كتشاهدوا معنا المباشر. الله يجعل قد نفع يا ربي شي كنتمنوا كاملين متابعينا الكرام. متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي أمطار خير في الأثناء بمدينة بن سليمان. متابعينا الكرام أمطار خير في الأثناء بمدينة بن سليمان. متابعينا الكرام كما كتشاهدوا معنا كيفاش كتشوفوا بين تحشيد المدينة كيفاش كتشوفوا بين تحشيد كل مناطق المغرب الحبيب. أمطار الخير متابعينا الكرام من مدينة بن سليمان. نعم متابعي الكرام في الأمطار وبغزارة بمدينة بن سليمان. متابعي الكرام نذكركم متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي أنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان. فتحية طيبة لكل متابعينا الأوفياء متابعينا الكرام كنقول لكم كنتمنوا انكم تكونوا كاملين الف خير وبصحه جيده يا ربي. فتحيه لكل متابعينا الكرام. فيا ربي تكون امطار الخير وتكون على قد نفع الله يعطي على قد نفع يا ربي شي كنتمنوا كاملين متابعينا الكرام كنتمنى تكون على قد نفع متابعينا الكرام. اذا متابعينا كنتم معنا في بث مباشر من مدينه بن سليمان.